استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وعددا من كبار المسؤولين. جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الشأن المحلي الهادفة إلى دفع عجلة التنمية والتطور في المملكة لصالح جميع أبنائها، مشيدا جلالته بعطايا أبناء البحرين في جميع المواقع وإسهامهم في إثراء مسيرة العمل الوطني.